الاعلام بشقيه المرئي والمطبوع يعد الحقيقه مستودعا لحفظ المعلومات، فهو يزود الافراد حول اخر الاخبار او الاكتشافات الجديده او غيره. بسبب قوه تاثيره على الاخرين فهو يستطيع تغيير وجهات نظرهم، كما يسهل عرض المعلومات التي تؤكد معتقدات معينه موجهه. لذا من المهم امتلاك القدره على التمييز بين وسائل الإعلام والدعايات الإعلامية الكاذبة والمحرضة، إذ يمكن أن تحرف الحقائق أو تصرح بها بطريقة غير صحيحة غير واقعية. على سبيل المثال، شهدت تونس ومصر وليبيا وسوريا وقبلهم العراق ومؤخرا المملكة العربية السعودية حملات تشويه بيقودها إعلام كل من الإعلام القطرائيلي والتركائيلي، القطري والتركي يعني، لتسييس قضية مثلا الصحفي جمال خاشقجي. تمتلك وسائل الإعلام الحقيقة القوة لإدارة الحركة الجماهيرية استخداما متزايدا لوسائل الإعلام الاجتماعية أيضا كالفيسبوك وتويتر من أجل تحريض الشعوب على تنظيم حملات التواصل مثلا للعصيان المدني أو القيام بنشاطات بالشارع وإطلاق الشائعات للتشكيك في الأنظمة وفي وما تحدث الأنظمة من تقدم، وخصوصا في الدول العربية وعلى وجه الخصوص في مصر. هنناقش هذا الملف الهام مع ضيوف في الاستوديو، الكابتن عزم مجاهد الإعلامي، خلوني أرحب بيه وأقول له منور. تنورك يا أستاذ محمد، وأنا سعيد إن أنا معاك النهاردة عشان شرف. يعني طب أرحب بالدكتور. نتكلم في شوية حاجات تخص المجتمع المصري والشعب المصري. صحيح، شرفني يا دكتور كابتن عزمي. معي أيضا على الجانب الآخر الأستاذ الدكتور عبد الله المغازي، أستاذ القانون الدستوري المعروف والنائب البرلمان السابق المعروف بوجهات نظر الحقيقة المنحازة دايما إلى الدولة. شرفني دكتور عبد الله. أهلا بيك يا محمد بيه. تحياتي لحضرتك. تحياتي ليكم. هبدأ من عندك كابتن عزمي، بس هطلع بره إطار الحلقة قبل ما أتكلم في موضوع فقرتنا الرئيسي اللي إحنا هنتكلم فيه النهارده. أنا اتكلمنا عن وصول مصر لأمم أفريقيا قبل انتهاء التصفيات، والماتش الأخير اللي كان القمة الحقيقة اللي كانت شهدت 70-80 ألف من الجمهور المصري. هو طبعا الأسبوع اللي فات ده كان فيه قمتين، المنتخب المصري مع المنتخب التونسي في تصفيات أمم أفريقيا. إحنا وصلنا لأمم أفريقيا قبل ما تنتهي التصفيات. في نفس الوقت كان فيه مباراتين للمنتخب الأولمبي مع المنتخب الأولمبي التونسي، وفاز في المباراتين 4-1 و1-0. المنتخب الأول فاز 3-2 في مباراة يعني كل الناس أشادت بيها. وقبل ما نشيد بالناحية الفنية وهنا بوريدة ورجاله في إن هم مساندتهم للمنتخب المصري، أنا عايز بس أقول أتكلم على التنظيم. أيوه. تنظيم المباراة، لأن برضو لازم الناس تفهم إن الجمهور لما يبقى في الملعب ده رسالة للعالم كله. ان في امن وامان واستقرار. صحيح. كان تنظيم على اعلى مستوى ادارته شركه برزنتيشن رائد الكره المصريه. وفي تنظيم على اعلى مستوى. التامين. التامين احنا بقينا زي اوروبا. التامين ده بقى الكلام بقى المهم. التامين. التامين ده بيبعث رسائل عديده. لا طبعا، اولا التامين كان وزاره الداخليه بالاشتراك مع شركه فالكون للامن. الداخليه بتامن خارج الاستاد، الشركه الامن المدني داخل الاستاد، الشركه في داخل الاستاد في التفتيش والمدرجات. والملعب كان مسؤوليه الداخليه. ايوه. لكن اللي انا عايز اقوله ان ويا ريت الشركات الوطنيه يا استاذ محمد، لان كل العالم بيشتغل بالشركات الخاصه في التامين ومع وزاره الداخليه. التنسيق ما بين الناس دي فكان حاجه شيء محترم جدا. الجميل قوي لما تبقى ولا بقى في شماريخ في الملعب ولا حضرتك ايه ولا هتافات خارجه، لا شمروخ ولا كلمه خارجه عن لا وخلاص. رغم ان يعني كان الاهلي لسه مغلوب في تونس قبلها بالظبط، ومع ذلك الجماهير اتعامل بمنتهى ولا استقبلوا استقبال الفريق التونسي كويس قوي. مفيش شمروخ، مفيش لفظ خارج، دخل الشعب المصري الحقيقي 70-80 ألف متفرج في الاستاد. شيء محترم جدا ورساله للعالم. صح. ان احنا مصر بلد الامن والامان. علاوه على كده، انا عايز احس الناس رجال الاعمال والشركات يا استاذ محمد ان يعزوا حزب الشركات الوطنيه. يعني اما يبقى شركه زي شركه فالكو، الاستاذ شريف خالد رئيس الشركه ياخد قرار، عنده خطه، ياخد قرار بتامين المنتخبات والمنتخب المصري جميع المباريات بدون مقابل. ده يبقى اسمه ايه؟ شركه وطنيه. بس هو ده الكلام على طول. لكن بالعامل الوطني اللي هي المنوط بيا وبيك وبكل واحد فينا. في النهايه التنظيم ما بين برزنتيشن والداخليه طلعت الشكل، طلع بالشكل شكل حضاري جميل جدا، رساله للعالم كله ان مصر تعيش في ازهى
عصرها وامام واستقرار عصرنا. واحنا عندنا للاسف اعلام معارض، اعلام مغرض، اعلام محرض بكل عمله وكل تركيزه هو اشاعه الفوضى بالدول العربيه وخصوصا مصر. شايف تعامل زي مع هؤلاء المحرضين يعني شوف زي شوف معتز مطر، عفوا لوسي الشهيره بمعتز مطر، شوف ونعناع الشهيره بجو. شوف استاذ محمد، احنا لازم نتفق ان في 25 يناير سقط الاعلام المصري. خلينا نتفق. وكان كله هدفهم حاجه واحده، اسقاط الشرطه المصريه. حصل ولا ما حصلش؟ هو ده اللي كان موجود. هي دي كانت الاجنده المعده، دي كانت الاجنده المعده. وفي برضه من الوجوه ما يتصرف، لا وكان الهدف الثاني اسقاط الجيش المصري، تفكيك مصر، لا الجيش يعني عظمته لا هدفهم هم هدفهم هو بس ما يقدروش على جيشنا. احنا جيش وطني جيش لا ما يقدروش على الجيش خالص يعني. لكن ان ما زالوا يا دكتور ان اللي كانوا بيساهموا في هذه المؤامره ما زالوا يتصدرون المشهد. الناس بتتكلم النهارده لسه بيتكلموا على ليلان داوود وجات ازاي مصر. النهارده مش فاكر في مذيعه ايام 25 يناير اتحولت من اقصى اليمين الى اقصى اليسار وفجاه لانها طالعه اسمه ايه غنيم ده، خالد غنيم ده، الواد اسمه وائل غنيم، وائل غنيم طالعه بيه على الهواء يعيط وخطفت قلوب المصريين ووجهت الدوله والشعب كله لمنحه تاني. الرئيس قال كلمه يا استاذ محمد في 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 مؤتمر كنا حاضرينه من فتره. طب استنى بقى هعرضها لك. لا مش دي دي قال حاجة مهمة جدا خاصة بخطأ لا قال لك لا يمكن أي حد أخطأ في هذه البلد لابد من إنه هيتحاسب. كله هيتحاسب. كله هيتحاسب. عندك قضيتين 250 و 173. 250 دي دايما بنفكر الناس بيهم أنا وأنت. بنفكر الناس بيهم 250 173 تمويل خارجي. قضية العملاء. طيب المذيعة اللي حضرتك بتقول جابت وائل غنيم وجابت جميع الأشكال مش هنقول أسماء. مش هنقول أسماء، جابت جميع الأشكال الضالة بتاع الإخوان الإخوان الإرهابية دول. ايه تختلف ايه عن ليلان داوود؟ ما هو نفس السكه ولا حاجه ولا حاجه. دي بتخرب ودي بتخرب يا بيبي خربوا. لكن عايز اقول لحضرتك حاجه، الشعب المصري ده ملوش زي في العالم. هذا هو الشعب المعلم، لما بيحس بالخطر لبلده انسى. وعشان كده كل ما اقول لك يا استاذ محمد ونتقابل، والله يا دكتور عبد الله تخيلوا كده عايزين نتخيل كلنا مصر بدون 30 يونيو وعبد الفتاح السيسي، كانت فين الوقت؟ تخيل. صح تخيل يا دكتور. صحيح. ايه الوضع؟ كان الوضع هيبقى اسوأ ما يعني كانش هيبقى فيه دولة، ما كانش هيبقى فيه مصر. اسوأ بكثير، لان طبعا احنا الفترة دي يمكن الواحد كان عايشها وكنا لو تفتكر المجلس الاستشاري اللي هو كنا عضو في مجلس الشعب اللي كنت نائب ايامها في البرلمان. كانت فترة قاسية جدا زي ما قال كابتن عزمي، لان للاسف الشديد الاعلام بعد ما كان متجه اتجاه اقصى اليمين راح اقصى اليسار. صحيح. يعني باختصار شديد جدا ما كانش فيه حالة من المهنية. يعني باختصار كنا بنشوف توجهات غريبة وحاجات متجهة في اتجاهات مقصودة من بعض الناس وحتى من بعض رجال الأعمال وحتى من بعض رجال الأعمال الإعلاميين اللي هم للأسف الشديد بعدوا عن المهنية ويمكن لبسوا لباس الثورة انذاك في ان هم يعني كان في تشدد لدرجه ان هم كانوا بيحاولوا للاسف الشديد. انا كنت بشوف بعض المغالاه اللي كان فيها هجوم شديد على مؤسسات الدوله المختلفه. صحيح. الكلام ده احنا شفناه عشان كده، وعلى رموز الدوله ايضا طبعا. بس اساسا كان الهدف بتاعهم يا دكتور الشرطه واسقاطها. ما هو ده، ما مؤسسات الدوله. انت خلي بال حضرتك، ده كانوا بيبتدوا يتسلوا على بقيه المؤسسات لدرجه. صحيح. ان هم ابتدوا يضربوا في عمود الخيمه بتاع الدوله المصريه وهو القوات المسلحه الفتره. صحيح. دي بالزبط. احنا كان بيتعرض علينا زي النهبه بحروشه كده. كان زميلك في المجلس مش هقول اسمه. الا النهبه بخرطوشه يا دكتور عبد الله، هو ماسك الخرطوشه. ايوه. وانا بقول له، هو بقول للنهبه بخرطوشه مش هقول اسماء ايوه، اللي في يوم من الايام مسك خرطوشه وقال لك الشرطه بتضربنا، والخرطوشه اللي في ايده مش مضروبه. ايوه. النصيبه مش مضروبه. النهارده ايه؟ جابها منين دي؟ جابها معرفش والله، جابها هو حيازه ذخيره بدون ترخيص. بص معانا رصاص قانوني اهو. العده كانت في جيوبهم على طول. العده قال لك بيضربونا
المجلس العسكري لازم يمشي، قال يصبح حكم العسكر وانا لو شفت. لا بلاش، انا بحفظ على الكلمه دي. انا هقول لك بقى ليه، بقى بقول لك ليه كده، عشان الناس ما تقابله طعول اصول وسادة. لان ما لا يمكن ابدا. شوف احنا في برنامج خط احمر، ايوه مظبوط، في خطوط حمراء، خطوط حمراء تحت الجيش، خطوط حمراء تحت الشرطه، خطوط حمراء تحت اسم رئيس الجمهوريه. أيوة. الثلاث خطوط دول لا يتعدون بشر، والمؤسسه الدينيه، والمؤسسه الدينيه. ايوه بالظبط كده دكتور. طيب. عبد الله، انا بس حابب اؤكد على الاله الاعلاميه حاجة. الاله الاعلاميه اللي بتلعب دور خطير في مسار الدول والشعوب استطاعت اسقاط انظمه في 2011. صحيح. كما انها يعني الحقيقه بتعمل وبكل جد لاشعال الاوضاع حتى الان بالدول العربيه. انت بتشوف الناس دي ازاي وازاي نواجههم؟ ادينا روشته كده يعني. بص، هو الروشته الاساسيه من وجهه نظر انا اللي هو المرجع الاساسي بتاعك الدستور والقانون. الدستور لما بيتحدث عن حريه الاعلام، نحن نتحدث عن ما يسمى بالحريه المسؤوله. طب ما هو قاعد بره وبيعلمك يا دكتور، ما بتكلمش على اللي جوه. اللي جوه الجميع تقدر تقول انضبط خلاص، بدانا الناس تقول عشان حتى الخونه انضبطوا. تمام. الخونه والعملاء في الاعلام فيما يتعلق. طب ما انت زي ما هناك آلات في آلات إعلامية خارجية، انت لازم هنا يكون لديك آلة إعلامية بصورة منظمة، بصورة ممنهجة لمواجهة ده. اصل هي حرب. بالظبط، هي حرب. صح. انا حتى فيما يتعلق في مداخلة معايا الاسبوع الماضي، احنا محتاجين اعلام حرب. طبعا طبعا، لانك انت دلوقتي في حالة حرب. هو احنا مش بنحارب في عدة جبهات على مستوى الجمهورية، سواء في الغرب في الشرق في الجنوب، ولديك تحالفات مع الدول العربية. لما نشوف مثلا الهجوم الشرس اللي بيجري على المملكة العربية السعودية، وخصوصا في شخص ولي العهد، ده تعمد. اشمعنى تركيا؟ انا عاوز اقول لحضرتك، لما تفتح القنوات المتعلقة بتركيا وبالاخوان وبالجزيرة وبعض القنوات الامريكية مركزين على شخص ولي العهد، على الرغم انه لا يوجد دليل قاطع ابدا، لا يوجد دليل قاطع ان ولي العهد شخصيا. اصل احنا انا بتحدث كاستاذ قانون، انا كاستاذ قانون ما اقدرش احاسب شخص على جريمه الا اذا كان هو شخصيا مدان فيها. صحيح. لكن انا هقول لحضرتك على حاجه، من الذي حاسب الرئيس بوش على الجرائم بتاع سجن ابو غريب؟ تمام، عن جرائم العراق. لا خلي بالك سعادتك، كان ما يحدث في سجون العراق هي جرائم حرب وجرائم ضد الانسانيه. كل اللي اتحاسب فيها مين؟ انا عاوز اقول لحضرتك على حاجه، اغلب الضباط والعساكر حاليا شغالين في وظائف وفي حاجات زي الفل. تمام. على الرغم ان هذا العمل يعد عمل، لو انا بصيت له كراجل قانون وكراجل بحقق، ده عمل ممنهج. اذا مفترض ان يتشال فيه، ده حتى يا راجل وزير الدفاع انا ذاك ما تشالش. تمام. ده انت الرئيس الامريكي محدش هوب ناحيته. طيب لما انا اجي اتكلم على جريمة تم ارتكابها من البعض، نحن ندعو الى التحقيق فيها وندعو الى محاسبة المسؤولين. لكن انك تخمن ان المسؤول الاكبر وتحولها من قضية جنائية الى قضية سياسية وشخصية تحدد، ده انت من اول يوم بيقول لك ولي العهد. اشمعنى يا دكتور؟ ما هو ده كابتن عادل. شفت تصريحات وزير الخارجية السعودي؟ انت كنت معايا في المداخلة الخميس الماضي. ايوه. يوم الجمعة انت قلت لي في المداخلة ان القضية تمت على ارض سعودية. طبعا طبعا، حسب قانون الدولة. طبعا. وزير الخارجية تاني يوم طلع قال نفس الكلام اللي حضرتك قلته في المداخلة. طبعا. وقال لك ايه بقى، ده الاهم بقى، ان الاعلام القطري والاعلام التركي يا شنان حمل ومنهج لاسقاط المملكه او توريط المملكه العربيه السعوديه وتاسيس القضيه. يا سيدي الفاضل، هو ده الاعلام المحارب. يا سيدي الفاضل، من اكبر الاشكاليات، وبل بيعد من اكبر الجرائم، انك تصادر على المطلوب باختصار شديد جدا. انت ازاي حتى على جريمه انت كاتراك بتحققوا فيها، ومش معنى ان عندك مكالمتين، ده خلي بالك، ده هو مسجل وعارف وعنده صور. طبعا. يبقى الامن بتاعه متواطئ. هو يا سيدي الفاضل، انت ده غلط على فكره ان يتجسسوا على الاستخبارات. دي حته ثانيه. ده بيتجسسوا على القنصليات والسفارات. اذا ليه كمين معمول للمملكه العربيه السعوديه؟ يعني حتى الشخص اللي هو داخل يقول لك ده احنا معانا مكالمات وكانت الساعه بتاعته مش عارف ايه. اذا انت دكتور عبد الله، حتى المواطن ليه شخصيه ولي العهد بالذات اللي هو بيناقه؟ ما انا هقول لك ليه.
كرجل سياسه بقى، تمام. مش هتحدث هنا كرجل قانون، تمام. انت بتتحدث وهو الاعلام ايضا، انت اشتغلت مذيع لفتره طبعا. قول يا دكتور. ايوه. ولي العهد هو بيعد رجل اصلاحي. انت صح. تتحدث عن المملكه العربيه السعوديه اتجهت اتجاها نحو التشدد بدءا من اواخر السبعينات، صح. يعني باختصار ابتدى الفكر مع الحركه الوهابيه، مع الحركه الوهابيه الى خلافه. هذا الرجل عاوز حركه اصلاح، بيعمل مجموعه تحالفات عربيه مع سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع سمو الشيخ محمد بن زايد. فانت تتحدث عن محور، طبعا مع مملكه البحرين، انت تتحدث عن محور قوي جدا في مجموعه اصلاحيه عاوزه تعمل نهضه بالمجموعه العربيه. وابتدى الراجل الاول ما ابتدى يتكلم عن الاقليم الاقتصادي الرهيب اللي بيتعمل في المملكه العربيه السعوديه، واللي هيستفيد منه المملكه، تستفيد منه الاردن، تستفيد منه مصر. فالرجل بيتحدث عن اصلاحات، يعني مثلا انت بتتحدث عن مجلس شورى ابتدى يعمل عن المرأة عبد الله وواجبات مختلفه، اعلامهم لابتزاز المملكه. ما زال لا يمكن في اي جريمه في العالم ان توجه اتهام لشخص دون ان يكون معك ادله قاطعه، الا اذا كنت أنت تقصد تحييد هذا الرجل تحديدا من المشهد السياسي. طيب كابتن عزمي، دايما بنشوف في إعلام جماعة الإخوان الإرهابية ومنابرهم النجسة إصرار مش عادي لتفخيخ الأوضاع داخليا بكل الدول العربية، وده من خلال إذاعة شائعات أو أخبار، إشاعات في شكل أخبار كاذبة وما شابه ذلك. على سبيل المثال مثلا ما يحدث من أخبار كاذبة خاصة بمصر، ده هم شغلتهم مصر بتحمل ارقام واحصائيات قديمه، يعني بتحمل احصائيات وارقام قديمه خاصه بمشروعات قديمه، ويقول لك ده هي الارقام، وتجد ان الارقام دي اصلا قديمه جدا. ما اقول لحضرتك وحاول يديه يقول لك اصل ما فيش سلع، اصل ما فيش مش عارف، هو احنا بنواجه ده ازاي؟ اقول لحضرتك حاجه، احنا يعني يمكن انا اتكلمت في الكلام ده كتير وانت اتكلمت فيه كتير من بدري. طيب من بدري، لان هم بيغيروا سياساتهم، يعني كان بيحط قنبله بيفخخ مش عارف ايه، يضرب ايه، يعمل ايه، غير بقى يحط قنبله وجنبها كام حاجه تانية. بالظبط بقى يحط قنبله وحطلك ايه، يحط بقى ايه البهارات بتاعتها بقى، يروح السم بتاعه، السم بتاعه، الاشاعات، الفراخ مسممه، اللحمه مسممه، الميه مسممه، 12 اخر حاجه بيعملوا ان 12 طفل اختفاء قسري. قسري، يشوف الفاظهم قسري، يعني يعني الدوله المصريه الكبيره دي بتخطف طفل قصري ليه؟ احنا لازم الاعلام بتاعنا كان يوجه الكلام ده يا استاذ محمد من بدري. هو ده اللي انا بتكلم عليه، احنا اتكلمت، انا اتكلمت عليه من سنتين ثلاثه. ابي يشوفوا اي مناسبه، رمضان، عيد الاضحى، المناسبات بتاعتنا، وتبص تلاقي الاشاعات كترت. انا النهارده لازم يبقى عندي اله اعلاميه زي وزاره الداخليه وزي الجيش بتاعنا، المؤسستين دول معاهم مؤسسة الرئاسة، الثلاث مؤسسات دول اللي بيشتغلوا 24 ساعة، الباقي نايم في العسل شوية، معلش. فإحنا عايزين نقول إيه؟ إن لازم إحنا يبقى عندنا ضربات إعلامية استباقية، صحيح. ضربات إعلامية استباقية. ده في اجتهادات يا كابتن عزمي من محمد بيه مثلا على سبيل المثال، اجتهادات محمودة جدا، لكن أنت محتاج زي ما بيقول كابتن عزمي آلة إعلامية. طبعا. مجموعة مؤثرات. مش اجتهادات اجتهادات ممتازه، ولكن ده انت عاوز جهد كبير. هقول لك حاجه يا دكتور، احنا اتكلمنا على الاشاعات دي من زمان جدا، بدليل يمكن الاستاذ محمد نفس السكه، بدليل كان كل ما الرئيس ساعات يقول كلمه كده ما ناخدش بالنا منها، كل افتتاح كده يقول لك وبعدين احنا مش ما بنعلنش عن كل مشاريعنا عشان اهل الشارع، عشان الاشاعات. صحيح. ننتظر احنا، ننتظر احنا كاعلام مصري لما الرئيس يقول 21,000 إشاعة في 3 شهور، تفتح البرامج الإشاعات الإشاعات الإشاعات. للأسف بعض القنوات تاخد كلامها من الفيسبوك، بالظبط، هو وراه أساسا ميليشيات إلكترونية، ميليشيات إلكترونية. بالظبط. أنت أنا يعني عشان تبقى نفسي الإعلام يواكب المرحلة اللي إحنا فيها، ويبقى سباق، يبقى عنده ضربات استباقية ليهم، مش أنا أستنى لما تطلع الإشاعة وبعدين اقعد افكر ده وزاعها واتزاعت واطلع انا بعد كده اصححها. لا، لازم المعلومه السليمه تبقى موجوده قبل ما يفكر الخسيس يطلع اشاعته.
صحيح. انا باشيد بالاستاذ الدين رشوان، لان هيئه الاستعلامات قايمه بدور عظيم ودور ايجابي جدا. هيئه الاستعلامات بدانا نسمع عنها، بصراحه قايمين بدور عظيم جدا جدا جدا. انا عايز نفسي يبقى الاعلام زي في تنسيق ما بين زي الدنيا. الشرطه زي هيئه ليه؟ خلينا ناخد ليه؟ الدكتور طارق حامد من القاهره. دكتور طارق مساء الخير يا فندم. نور يا فندم، اهلا بيك، اتفضل يا فندم. انا دكتور طارق حامد، دكتور القانون العام للولايات المتحده الامريكيه. اهلا شرفت. وطبعا صديقي العزيز الدكتور عبد الله المغازي، اهلا بيك، اصدقاء من زمن. اهلا بيك كابتن عزبي مجاهد، زملكاوي زيي. انا طارق انا عضو في النادي وساكن فوق النادي وعضو جمعيه عموميه. قول لي يا دكتور، اخر مره قابلت عبد الله المغازي كان يوم 6/7 في اللقاء بتاع 6/7/2013 في بيان الفريق عبد الفتاح السيسي. صحيح، في المحور. صحيح. المهم انا دلوقتي عايز اتكلم بس في ثلاث نقط بسرعه. قولهم يا فندم. لان الثلاث نقط دول هيخلصوا الموضوع، وبعد كده طبعا الدكتور عبد الله المغازي يبقى لهم صفه قانونيه يتكلم. اتفضل. اول نقطة انه السفارة هي جزء من سيادة الدولة صاحبة السفارة. ده فعلاً ده قاله الدكتور عبد الله. سواء الملحقية، سواء بيت السفير، سواء مكان السفارة، سواء القنصلية، سواء الموظفين. ودخول دي اول نقطة يا فندم. السفارة والخروج منها هي مسؤولية الدولة، هي مسؤولية المملكة العربية السعودية. هذه اول نقطة. يحيط النقطة الثانية ان يحيط السفارة جدار امني. ايوه. تقوم الدولة المضيفة اللي هي تركيا بحماية السفارة والدخول والخروج ليها، وإذا حدث اختراق يبقى مسؤولية الدولة المضيفة. تمام، دي تاني نقطة. الأسلحة. النقطة الثالثة بقى. أيوه. إنه ده عتاب على المملكة العربية السعودية. إنه حصل تناول مخابراتي سيء في إدارة الأزمة من بدايتها لنهايتها. ولازم المملكة العربية السعودية تراجع نفسها وتحدث جهاز المخابرات لديها، لأن اللي حصل ده عملية خايبة. المفروض إن كان جهاز المخابرات يوقفها وما يعملوش الاشاعات دي كلها. احنا خلينا لا نستبق ولا نتدخل في تحقيق في النيابه السعوديه. لا مش موضوع النيابه. ايه يا دكتور طارق؟ موضوع النيابه. خلينا ما نعملش زي اعلام الاخوان. احنا بنتكلم دلوقتي بنتكلم دكتور طارق دلوقتي عن دور الاعلام المحرض في اشاعه الفوضى في الاوطان العربيه في المنطقه العربيه. الاعلام المحرض يمكن الدكتور عبد الله عدى على موضوع ما تم هناك مرور الكرام، وهو كان حتى قاله تفصيليا زي ما سيادتك تفضلت وقلته في مداخله معايا الخميس الماضي. اشكرك الدكتور طارق حامد من القاهره، استاذ القانون العام. فانا أيوة. فانا عايز اكمل النقطه دي يا استاذ محمد، ودي نقطه مهمه جدا. احنا في الفتره دي زي ما قال الدكتور عبد الله المغازي، احنا في حاله حرب طبعا، فلازم يبقى اعلامنا في حاله حرب. اعلام حرب. اعلام حرب. ايوه. وبعدين عايز اقول حاجه، هو بالامانه لما باجي ابص كده على الجيش، ربنا يحفظه ويحميه. اللهم امين. وعلى الشرطه ربنا يحميهم. الله احنا بنشتغل في دوله لولا الشرطه وجيش مصر كنا رحنا في 60 داهيه. صحيح. اقسم بالله احنا بلد عندنا جيش وشرطه بيحمونا، مش زي الدول. ازاي الدول اللي قلعوا جيشهم بلابيس بشوم عريانين في الشارع. ودول اخرى زي تركيا. ايوه يا بيه كده. ايوه يا بيه. ما هي تعالى على طول اصل الكلام على الترابيزه يا محمد. احنا بنتكلم، انت ما حضرتش الجيش بتاعنا. بص يا بيه، جيش احنا النهارده حضرناه. بس عايز اقول لك حاجه، انت منتظر من دوله بتعري جيشها وتحبسه، ودوله بيعتمد دخلها القومي على الدعاره، عايز منهم ايه؟ عايز في دولة أخرى بتدفع أتاوة عشان يحموهم. احنا مش كده. صحيح. دكتور عبد الله. طيب. قول أنت عايز تعقب. حتى أقولها قبل ما سيادتك يعني استغل الصداقة. قبل ما ينسى. قبل ما ينسى. الحمد لله ما بنساش. حتى في غاية الأهمية. يعني بدعو فيها لأصدقائنا من المملكة العربية السعودية إن احنا الفترة اللي فاتت كانت المملكة العربية السعودية هي دائما رد فعل وليس فعل. من هذه اللحظة بعد ما ابتدت الدنيا تهدى شوية، يجب أن تتحول المملكة وتتحول فيها الأجهزة القانونية فيها والأجهزة السيادية فيها إلى الفعل نفسه. ليه؟ لما تيجي تبص إلى هذه الجريمة، لما نيجي نهدى كده شوية، هنلاقي أن هناك عملية مخابراتية فيها اعتداء من دولة على سيادة دولة أخرى. صحيح. ألا وهي
كل ما يتعلق بالمكالمات بما فيها حتى ولو كان الصحفي المقتول خاشقجي كان لابس ساعة زي ما حسب ما كانوا بيقولوا يعني اللي هو لابس ساعة عشان بيتوقع ان هيحصل ايه فكان معاهم يعني ايه لايف يبقى ده اساسا مواطن جاسوس جاسوس تمام انت انا بتكلم بجد دكتور عبد الله انا بتكلم بجد دكتور عبد الله الجنازه حره والميت خشاشه لا انا بتكلم انا بس بتكلم انا بأصلها من الناحيه القانونيه والسياسيه ده متوفي تمام دكتور عبد الله انت هنا بتطالب المملكه العربيه السعوديه بمقاضاه يا سيدي الفاضل طبعا لسببين السبب الاولاني ان هناك تجسس على مكالمات تجسس على السفير تجسس على وبس كل ما يتعلق إعلامهم لدرجة ان هو هذه الجريمة هي عبارة عن كمين كان مرصود تمام انا مش بقول لا يحاسب الاشخاص اللي ارتكبوا الجريمة دي حاجة الحاجة التانية السبب التاني انك انت لما بتقول ان هؤلاء عملوا هذه الجريمة تمام في النهاية هم قصدين ايه ابتزاز المملكة العربية السعودية منتهي المادية تعرف الابتزاز ده جه ازاي وتسهيل ابتزاز المملكة فاكر المكالمة اللي احنا اتكلمناها تركيا التي رفضت لعدة اشهر وخسرت مليارات القس. أن تسلم القس الامريكي ورفضت وعملت انبطح في ثانية انبطح على وجهه لا مش انبطح انبطح وسلمه يا سيدي ما انبطح ليه لانه هو عمل هذه الجريمة تمام لشراء ود الامريكان ايوه بالاضافة الى ان هو سلم ليه ده في اول يومين في الزحمة محدش خد باله من اول قلم ما هو مش قلم من اول قلم ما هو عاوز ايه ما هو خلي بالك هو عاوز ايه هو عاوز في الاخر الابتزاز السياسي ايوه والابتزاز الاقتصادي بالظبط صحيح السياسي صحيح. هو في كل الاحوال مش عاوز خرجنا من موضوع حلقتنا جدا يا دكتور عبد الله لا ما هو ده خلي بالك دولة زي تركيا ودولة زي قطر او دويلة زي قطرائيل اتفرقوا تماما حلو قوي قطرائيل ده يا اسطى وتركائيل لو سمحت دي حصر ليا ايوه لو عشان ما تطلع في برنامجك تقول الكلام ده مش حصر طيب دكتور عبد الله دويله زي قطرائيل ودويله زي تركائيل بيتفرقوا تماما او تفرقوا تماما منذ 8 سنوات لاداره الصراع بالمنطقه العربيه يمكن من قبلها كمان أيوة. من خلال اعلامهم المحرض يا ترى ده اقدر اتصدى ليه ازاي ده السؤال المهم بص اقول لك على حاجه دي حاجه مهمه جدا خلينا بقى نتكلمها بطريقه موضوعيه اكثر واكثر اولا لا يجب ان يتحول اعلامنا الى اعلام اخباري هذه خطيئه كبرى اعلام اخباري هو مهم ان انا اعرف المعلومه زي مثلا انا اسف جدا معقولة اختصر المشروعات الكبرى الكبيرة المحترمة رصفنا كم طريق عملنا ايه ويجيب لي كم صورة هو ده بس لا طب النهارده هو ده بس دكتور عبد الله ده انت بتتحدث انا بتكلم في ده تتحدث يا كابتن عزمي عن الطريق ده هيعمل ايه هيشغل كم واحد هتبني كم مصنع هتعمل كم ايه دكتور. ده انت تفرد ليها موضوعات صغيره يا دكتور مكمل النهارده الرئيس مش زي الوزراء نفس الوزراء يعملوا زي الرئيس النهارده راح زار الانفاق في صحيح السنة. صحيح خلاص في خبرين قد كده وصورتين ايوه هات وزيره بقى وزيره او وزير من بتوع الشو اللي بتاع المواصلات اللي يركب المترو ويجيب 3-4 يصوروه والكلام ده اتعلموا من الرئيس أيوة. وبعدين انا بختزل الكلام ده كله في خبر قد كده ده خطا ده خطا بص كابتن وبعدين يا دكتور اكمل بس الحته دي وبعدين البرنامج تلاقيه اربع محمد غلبان بياخد له ساعتين لكن البرامج الثانيه اللي بتشتغل ساعتين الا 10 ساعتين الا ربع وبعدين تبص تلاقي برامج ثانيه يا دكتور 6 ساعات و5 ساعات للفجر في كلام لا يغني ولا يسمع لا اقصد اقول لهم ايه يعني خلي عندكم دم شويه ومن ال6 ساعات وال4 ساعات يعمل ساعه شوفوا الناس شوفوا ازاي ساعه للي بيعمله الرئيس صحيح هو لو ما كانش بدون قدوه كويسه مش هنتقدم ما هو ده بقى اللي انا عاوز اتكلم عنه يجب ان اتجاه الاعلام الى ان هو يتحول الى صيغه اخباريه بحته ومجرد معلومات دون ان يكون هناك تحليل موضوعي ليها ايضا دون ان يكون هناك تحليل موضوعي للمشروعات انا مفترض ان انا اتكلم في المشروع والمشروع دوت ابتدي ان انا احلله اجيب ناس يقولوا يعمل ايه هيحصل ايه لان ده
هيدعو إلى مزيد من التفاؤل للمواطنين. لكن أن تحول هذه المشروعات الكبرى في صورة فيديو لمدة نص دقيقة ولا دقيقة أو حتى تقول عليه خبرين ثلاثة أو حتى تعمل تصوير من الموقع ويجيب لك شوية حاجات وخلاص، هذا الأمر مش صحيح. يجب أن يكون هناك المزيد من الموضوعية، المزيد من التحليل، المزيد من دي مشروعات قومية، اسمها قومية، ده مهم يا كابتن عزمي. ألاقي واحد زي معتز مطر ومحمد ناصر جايله جايله، بس عايز أقول حاجة. الرئيس عشان عندنا 10 دقايق بس، الرئيس قبل ما يعبر بينا مهد الطريق. ايوه مهد الطريق لايه؟ لمشروعاته، ومهد الطريق عشان ما نوقعش في حفره ما نتكعبلش. لازم الناس تفهم ان اللي بيعمله رئيس الجمهوريه، احنا مش هنختزل كل حاجه في بطاطسايه وفي بتنجانايه وفي قطايه وفي خياره، لا احنا لازم نفهم ان الرئيس بيمهد الطريق، عمل شبكه طرق ليه؟ وصل الـ كل الخدمات. هو ده اللي انا بتكلم فيه، ما هو ده الكلام يا دكتور. لكن انا اختزل ازاي الاعلام بتاعنا ما يفهمش الناس اللي لازم تفهم ازاي الرئيس بمهد لنا الطريق عشان يعبر بينا. انا مش بقول ان الدنيا وردي، احنا هنا بنتكلم عن دور الاعلام المحرض مش عن دور اعلامنا، ومع ذلك ده مهم جدا ان احنا نتكلم عن دور اعلامنا عشان نواجه الدور. طبعا هنا بقى واحد زي معتز، زاهد محمد ناصر، جوشو، مش عارف غيره وغيره وغيره، زوبع موبع، الاشكال اللي بتطلع دي، اشكال الضله دي، الايه؟ اشكال الضله. الضله؟ دول بص يا دكتور، بص يا دكتور، أسوأ أنواع البصر زي ما قال هتلر، اللي باعوا نفسهم وباعوا ضميرهم وباعوا حياتهم، باعوا نفسيهم. ناس بتطلع تسب في بلدها وكله كذب، يعني ناس كذابين مغرضين. هو هل أنت تعرف قناة الشرق وملكها الشرق والغرب والكلام الفارغ ده؟ دي ناس يا دكتور، دول فقدوا الحياه وفقدوا الانتماء وفقدوا الهويه وفقدوا احترامهم. هم مين؟ معتز مطر، محمد، انت عارف محمد ناصر كان بيشتغل الواد معتز مطر ده كان بيقعد في مثلث، وهو زعلان ان على فكره عمل حلقتين ان شالوا مثلث مزبيرو. مثلث مزبيرو كان ده الموقع بتاع معتز مطر، كان بيقعد يحشش فيه، بيحشش ويسكر، بيعمل كل حاجه. يا نهار اسود، بيعمل كل حاجه. الواد محمد ناصر كان بيشيل الشنطه لسلمى، الاستاذه سلمى الشماع في التلفزيون. يعني عيال اساسا دول ما لهمش اي صفه، دول عشان تبيع نفسك وتقبض من دوله كارهه بلدك عشان تشتم. وخد بالك، بيقبضوا حسب كتر الهجوم على مصر، بتشتم كتير، كل ما يشتم اكتر يقبض اكتر. دول ناس في مزبله التاريخ. وخد بالك يا استاذ محمد، اتحدى واحد فيهم يفكر ينزل مصر. يعني عندك ايمن، ده عليهم كلهم احكام. هنا السؤال يا دكتور عبد الله، الناس دي كلها عليها احكام، انا ازاي مش عارف اجيبهم وانت بقى استاذ قانون؟ بص انت، ما انت في ناس عليها احكام بالمؤبد، ما انت عندك مشكله كبيره جدا، لانك انت الدوله اللي انت طالبها بعمليه التسليم هي اوريدي دوله كلها على بعض اخوانيه. فانت ازاي هتطالب هؤلاء ان هم مثلا يتسلموا؟ انا حتى شفت حتى في قضيه الصحفي خاشقجي، يعني قله معرفه من المسؤولين الاتراك واستهبال شديد منهم جدا، لانهم كانوا مفترض ان يكون على معرفه تامه بان الجريمه التي تمت على اراضي سعوديه ومواطنين سعوديين، وحتى اللي ارتكبت ضده الجريمه مواطن سعودي، اني ما يطالبوش، ما يقولكش، ده بالعكس، ده هم بيعتبروا ارتكبوا جريمه تتعلق باخفاء اشياء مهمه جدا في تحقيقات تتعلق بالعداله. انا اطلع الجانب السعودي على ما لدي من ادله، والجانب السعودي يطلعني على ما لدي. هم للاسف الشديد انت تطالبهم ان يسلموا الناس اللي عندهم، وهم اوريدي كدوله الخطاب الديني تزوير تزوير الخطاب الديني. الخطاب الديني دايما الرئيس بيتكلم عنه، والاعلام الحقيقه ما ادوش حقه في العرض. هوريك جزء كده من كلمه السيد الرئيس، هوريك جزء، يعني خلاص احنا بنختم. أيوة. كلمه السيد الرئيس في الخاصه بخطاب الدين، هفهمنا كده يا استاذ خالد، على رجل الدين ان يكون عقليه يا جماعه، وعقليه بس، عايزين الاسلام الوطني الجميل الحلو المتسامح، وشعارنا الدين لله والوطن للجميع.
ماليش علاقه. الرئيس قال لك المسلم يتعمل له كنيسه، المسلم يخش الجامع، المسيحي يخش الكنيسه، اليهودي يخش، كل واحد حر. لكن اللي انا عايز اقوله ان الحمله الشرسه على شيخ الازهر انا ارفضها شكل من الموضوع كلنا، شكل من الموضوع. والرئيس ايضا لا يريدها ولا يحبها ولا يرى اهتمام بها. انا عايز اقولها، اتمنى بس من الساده المسؤولين لما يجوا يقولوا تصريح يفكر زي ما رئيس الجمهوريه بيفكر، زي ما رئيس الجمهوريه بيدي رساله عارف يقولها فين. كابتن عزمي، عشان بس أنا لما وزير التربيه والتعليم دكتور يطلع يقول ان امهات مصر قاعدين على الفيسبوك معانا دقيقتين وما بيربوش ولادهم، يا اخي اتقي الله في الست المصريه، يا اخي اتقي الله في الامهات المصريه اللي شايلين هم. انا عندهم دخلات كتير مش هعرف اخدها. لا دي بعتذر لكل الناس اللي بيكلمونا يا جماعه مش هعرف اخد دخلات. احنا بنختم دكتور عبد الله، هتقول اللي تقوله، لكن كمان القدره على التمييز بين وسائل الاعلام والدعايات الاعلاميه الكاذبه اللي هي بتحرف الحقائق او تصرح بها بطريقه خاطئه يعني وغير واقعيه. ازاي انا كمشاهد اميز ما بين وسيله الاعلام المحترمه ووسيله الاعلام المزوره؟ عندما تعرض على المواطن كل الحقائق بشفافيه شديده. بالظبط، ده مهم جدا. وان يكون المسؤولين امتى هيجي الوقت اللي يتحول فيه المسؤول من مجرد رجل تكنوقراط أو رجل فاهم في مجاله إلى رجل سياسي. عندما نتحول إن يكون لدينا مسؤولين سياسيين يا كابتن عزمي، أيوة، هيبقى يعرف يميز أن ليس كل ما يعرف يقال، صح، وليس كل ما يقال جاء وقته، وليس صح. كل ما جاء وعايز ختاما. أيوة، ختاما بس أنا عاوز أقول حاجة مهمة جدا، أن مصر والدول العربية هناك هجمة شرسة من الإعلام الخارجي للأسف الشديد بيزيف الحقائق. أنت أيضا لا يجب أن يكون لديك آلة إعلامية وشخصيات لها مصداقية تظهر في الشاشات عشان تقدر تفهم الناس. غياب الشخصيات أصحاب المصداقية أثر كثيرا على الإعلام. شكرا دكتور عبد الله المغازي. كابتن عزمي فوغالة في نص أنا عايز الإعلام بتاعنا يطلع له سنان وأنياب، وأنا بقول لكل من يحاول الهجوم على مسبيره يتقوا الله في مسبيره، لأن مسبيره صحيح الدرع والسيف صحيح للشعب المصري. صحيح، أشكرك كابتن عزمي مجاهد، أشكرك دكتور عبد الله المغازي، أشكركم مشاهدينا. حاولنا الحقيقة إن إحنا نستعرض ونلوم وكل دعمكم. أشوفكم الخميس الجاي في حلقة جديدة من خط أحمر. تحياتي لكم جميعا، محمد موسى، السلام عليكم.